اول صور لريهام سعيد بعد مرضها. امبارح المذيعة الكبيرة ريهام سعيد نشرت اول صور ليها بعد المرض، وعملت حالة كبيرة جدا من الجدل واهتمام كبير بين كل متابعيها وتقريبا بين كل الجمهور المصري، واسمها كان رقم واحد في ترند اليوتيوب، في ترند جوجل ويوتيوب من امبارح تقريبا لحد النهارده. خلينا نوريكم الصور اللي نشرتها ريهام سعيد، واللي الحقيقة كانت صادمة لكثير من جمهورها. طبعا باين عليها علامات المرض، باين عليها علامات الاعياء والتعب بصورة كبيرة جدا. انا اقول لكم ان ريهام سعيد طبعا نشرت الصور على الانستجرام وكتبت: انا ما عنديش مرض جلدي، وشي موجود ما وقعش الحمد لله، بشكركم على دعواتكم وانا لسه بطمع في المزيد من الدعوات. قبل كده كمان نشرة دعوات جماهيرها: دعوة لا اجمل، ربنا يتقبل دعائها ويقومني بالسلامة. ده بوست الواحد من جمهورها. زي ما انتم شايفين اكتر من حاجة، ده فيديو كان كويس جدا، او فيديو مؤثر جدا كويس، لانه بيوصل مسج مهمة: الحياة صعبة ولازم نكافح فيها، الحياة صعبة ولازم نكافح فيها. خلينا اقول لكم ده مرض ريهام سعيد، وده كان واحد من اهم الاحداث طبعا شغلنا بالها النهاردة، كلنا بندعو لها بالشفاء في الفترة الجاية ان شاء الله. خلونا ناخدكم لخبر كمان مهم، هو غرق جولدز جيم. من امبارح ومعظم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بيتكلموا عن غرق مركب جولدز جيم اللي كان هيؤدي الى كارثه كبيره جدا. امبارح تم انقاذ عدد كبير من العاملين داخل جولدز جيم وداخل واحد من صالات الديسكو اللي كان بيتم افتتاحها. وعايز اقول لكم ان لحد دلوقتي المعلومات اللي عندنا او المعلومات اللي كشفت عنها التحقيقات ان غرق هذا المركب كان بسبب عمليات بناء ديسكو غير مرخص اسفل المركب اللي فيه جولدز جيم، وقوات الانقاذ استخدمت المراكب النيليه عشان تقدر تنقذ العمال اللي كانوا جوه، اللي المياه حصرتهم وكانوا هيفقدوا حياتهم. ومن ديسكو جولدز جيم الى ديسكو اجيري، ومن غرق مركب جولدز جيم الى غرق المنتخب الوطني المصري. واحده من الصور اللي عملت جدل كبير جدا هي صوره خافير اجيري مدرب المنتخب الوطني وهو بيخطط لملاقات جنوب افريقيا في ديسكو. دي الصوره اللي رواد مواقع التواصل الاجتماعي وحتى المحللين والمراقبين قالوا انها بتفسر الاداء اللي احنا كنا فيه في مباراه جنوب افريقيا، وازاي ان ده يكون اهتمام واليوم اللي بيقضيه مدرب المنتخب الوطني وهو بيستعد لوحده من اهم المباريات وبيحمل احلام 100 مليون مصري. اتنين ديسكو واتنين غرق في حلقه من اليوم السابع ترند. شكرا ليكم.